اسمي أحمد الصيرفي، أنا هاوي أنتيك ونوادر. أنا بديت بشكل عام من الصغر، بس بشكل جدي في 5 سنوات اللي طافت بديت أركز أكثر في الهواية هذه. طبعاً نقطة انطلاقتي كانت السيارات القديمة والعملات والطوابع، من ثم صار عندي يعني إيش أقول لك، أن أحب أقتني كل شيء قديم، بالذات إذا كان الشيء يخص البحرين، وفي أشياء عندنا في البحرين والغرب مشتركة، فأنا حبيت أقتني هالأشياء. هواية الأنتيك فيها ثقافة، فيها تاريخ، وهاي شيء بحد ذاته أنك أنت تثقف روحك في قطع، سواء كانت القطعة مثلاً سيارة قديمة، كانت القطعة ساعة قديمة، أنت تعرف شلون كان الساعات القديمة يعملون وشلون الحين الساعات يعملون مثلاً أو السيارات يعملون، فأنت تشوف مدى التطور اللي صار وتشوف يعني مدى أهمية هاي الشيء. كوني مثلاً كبحريني لما أقتني هالأشياء أحب يعني أثبت تاريخ البلد، يعني إن فعلاً أجدادنا في البحرين كانوا هالأشياء يستخدمونها، فهاي الشيء يعني إحنا نعرف وين كنا وين وصلنا، هاي بحد ذاته يعني شيء وايد مهم، فهاي يعني كانت نقطة انطلاقة بالنسبة لي. وتوسعت إلى الممثلين، تواقيع الممثلين، يعني تواقيع ممثلين مثل عمر الشريف، مثلاً ممثلين أجانب مثل سيلفستر ستالون، صار عندي حب كل شيء قديم ونادر، وقاعد أركز أكثر شيء على النوادر، لأن ترى أحياناً مو كل شيء قديم يقدر يكون نادر. من ضمن هوايتي في الأنتيك هي اقتناء الكابات والصحون اللي تداولت في البحرين، واللي هما عبارة عن خزفيات فيهم نقوش مميزة. طبعاً الكابات أو الصحون أجدادنا في البحرين تميزوا فيها، لأن كانوا يعني يعطونها أهمية كبيرة، بالذات مثلاً تبادلون الأكلات مثل الهريس في شهر رمضان الفضيل، ولذلك هواة الأنتيك اليوم يركزون على هالكابات أو الصحون إنه يقتنونها وبشتى أنواعها. طبعاً الكابات والصحون في أنواع وايد كثيرة، بس الأنواع اللي اشتهرت في البحرين طبعاً الدرجة أولى هو كاب أبو أسد، والدرجة الثانية هو كاب فرزاتشي، والثالثة أبو فراشة، وصحن روميو وجولييت. طبعاً الشعبية الكبيرة تعود إلى كاب أبو أسد والفرزاتشي، ولكن الهواة عادة يحرصون على اقتناء جميع أنواع الكابات، بالذات النوادر. مثلاً كابات أبو أسد انتشرت أو تداولت بالأكثر باللون البني، ولكن كان في القدم يوجد هناك لون أزرق ولون أخضر، وهاي الشيء ما انتشر في القدم لأن أجدادنا بشكل عام كانوا يحبون يقتنون اللون البني، لذلك يومنا هذا تلاقي ان اللون الازرق والاخضر صار نوادر، لان الاجداد ما كانوا يقتنون هالشيء. هواية الانتيك هواية جدا ممتعة، تخليك تتعرف على تاريخ بلدان، تاريخ البلد اللي انت فيه مثلاً،
وتعلمك أشياء كثيرة، سواء كانت أشياء إيجابية تاريخية أو حتى سلبية. يعني أحياناً الواحد يتعلم من الأشياء السلبية كذلك. يعني هواية الأنتيك هي فعلاً هواية راقية، ويعني أهم شيء الواحد يفهمها صح. أرجو أن الهواة يعني ما يأخذون الهواية هاي كتحدي بينهم، بالعكس يأخذون هاي الهواية كثقافة، ويثقفون الناس عن تراث الأجداد ويحافظون عليه الأجيال القادمة.